أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بتجدد لقائنا وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحقيقة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، هنتكلم فيه عن اليوم العالمي للأب. طبعا الأب ده يعني هو الحنان، هو الأمان، هو كل شيء حقيقة. يعني بدون الأب حقيقة ما بيبقاش في حياة بعد الأب الصراحة. فربنا يرحم كل آبائنا يا رب، وربنا يخليه برضو كل الآباء الموجودين. هنتكلم النهاردة عن الأب، وإزاي برضو إن إحنا نقدر إن إحنا بقدر استطاعنا إن إحنا نقدر إن يعني نرضيه ودايما نكون تحت طوعه، لأن الوحيد فينا اللي بيحب دايما يكون يشوف ولاده أحسن منه فهو الأب. بس اسمحوا لي في البداية إن أنا برحب بضيفتي الجميلة اللي منوراني ومشرفاني النهاردة، الأستاذة الدكتورة منى عويس، أخصائي إرشاد أسري وزواجي. نورتينا دكتورة منى، وسعيدة إن أنا دايما بتجدد لقائي النهاردة. سبق إن إحنا اتكلمنا قبل كده طبعا عن عيد الأم، وعملنا حلقة مخصوصة، وحلقة عيد الأب طبعا أنا عارفة إن هي جت متأخر، بس طبعا عشان أنا كانت مريضة وكده فمعلش أخرناها شوية يعني. بتأخير وفي أخير. بس هنستأذنك بس برضو في البداية بحب أقدم تهنئة خاصة جدا للأستاذ محسن، موجه أول للفيزياء النهاردة من خلال برنامجنا، بنقدم له تهنئة خاصة جدا جدا من خلال برنامج نور الحياة. فألف مبروك يا أستاذ محسن، ويا رب دايما في تقدم. طبعا صورة موجود معنا أستاذ محسن موجه أول اللغة الفيزياء. طبعا يا دكتورة منى، النهاردة من خلال البرنامج احنا اتكلمنا طبعا وقلنا عن الأب. في البداية بقى انت النهاردة بقى ايه يعني عايزك بقى تكلمينا عن الأب، وازاي الواحد بقدر إمكانه يحاول يرضي الأب ويحافظ. يعني طبعا الجيل دلوقتي غير جيلنا خالص زمان، يعني احنا كنا طبعا بنخاف طبعا على زعل أبائنا سواء الأم أو الأب. فانت النهاردة يعني تقولي ايه بقى الكل شايفنا النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأب هو السند الوحيد، السند المادي والمعنوي اكيد طبعا للاولاد عامه. هي في بس انا طبعا يعني رحمه الله على ابي وعلى جميع اباء اي اب توفى رحمه الله عليه، ويا رب يا رب يا رب ان يحفظ كل جميع الاباء على قيد الحياه. طبعا انا بوجه رساله يعني شكر وامتنان لزوجي الأستاذ محسن عطية التوخي. يعني دي دعوة مني لي، لأن هو فعلا يعني أثبت أنه هو ونعم الأب ونعم الزوج ونعم المعلم. احنا النهارده يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وطبعا بنقولها للمره الثانيه تهنئه خاصه جدا من خلال برنامجنا سواء انا او الدكتوره منى، طبعا طبعا للاستاذ محسن عطيه الطوخي، والف مليون مبروك ودايما في تقدم يا دكتوره منى. يعني انا عارفه طبعا الاستاذ محسن بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظكم، يعني انتوا دايما بتكملوا بعض، الله اكبر، يعني ربنا يزيدكم يا رب كل خير. الحمد لله. اتفضلي. فهو كمعلم سنوات طويله مع أولاده سواء طلاب أو طالبات، ما شاء الله هو بمثابة الأب والأخ والصديق والمعلم، بمثابة أولادنا هو يعني الحمد لله. كان عنده يعني حكمة وعنده صبر وعنده يعني قدرة على التعامل، هو يتعامل مع كل واحد برغم أن كانت في نقاط معينة. أنا بتكلم على سواء يعني جميع الآباء، ان الابناء مش قادرين يفهموا الاباء كويس جدا. يعني هم بيفهموا ان الاب دايما ضدهم او مش او يعني بالعكس يا دكتور، يعني انت عارفه حضرتك يعني الاب الوحيد اللي دايما يحب انه يشوف ولاده احسن منه. احنا نفهم ده. الابناء الصغيرين مش فاهمين كده بالذات جيل دلوقتي، الجيل حاليا يعني مثلا يعني حاجات بسيطه كده، يعني مثلا ما تعملش ده اعمل ده، حاجات بسيطه في البيت، اطفي النور، اقفل الحنفيه، بياخدوها بمعنى ثاني، بياخدوها بمعنى ثاني خالص. يعني حتى كان في قصه كده يعني مشاعه، كان دايما الاب يعني يوجه ابنه بالايجابيات. فكان دايما الابن دايما يعني متضجر دايما من اسلوب ابيه. اطفي النور، اقفل الحنفيه، صلح مش عارف ايه، يعني طول ما هو ماشي عمال يديله في ايه؟ في توجيهات. فكان يوم يعني خرج الابن عنده يعني انترفيو في شركه، فراح الشركه، هو رايح مقرر ان هو مش هيرجع البيت تاني بسبب مين؟ معامله ابيه له. لما راح الشركه عامله كاميرات
داخل في كل مكان لقى صنبور فاتقفله، لقى نور طفاه، لقى زي ما ابوه كان بيقول له بيعمل من غير وعي، من غير ما ياخد باله ان هو بيعمل نفس اللي بيقول عليه بابا بس بدون وعي. ورغم كده ان هو رافض فكره ان بابا دايما بيديله ايه التعليمات ديت. طبعا لما دخل قال له تحب تتعين امتى؟ قال له انا ما اخدتش انترفيو لسه انا. قال له لا احنا عملنا لك انترفيو، انت عملت كذا عملت كذا عملت كذا. فافتكر ساعتها ابيه وهو قال له يعني الاجابات اللي كان بيعملها معاه والده من غير ما ياخد باله، من هو بيعلمه بيعلمه الحياه ازاي والاسلوب ازاي الكلام ازاي. يعني لو احنا قاعدين في يعني في جلسه مع بعض في البيت، طبعا احنا دايما في مقوله دايما يعني حتى دايما زوجي يقولها، انا اب ديمقراطي، انا هقول الراي وكلنا يعني الاغلبيه اللي يرفع ايد الاغلبيه هو احنا هنعمل نطبق عليه القانون. تمام. فهو دايما الاغلبيه هو يعني محدش موافق مثلا، هو بس اللي موافق يقول لك انا الاغلبيه. فدي كانت من ضمن الفكاهه اللي كان بيعملها معانا، يعني الحاجات الحلوه اللي بيعملها معانا خلاكوا يعني عامل اللي هو عايزه بس انتوا اللي طلعتوا. لا يعني بس هو جمعنا يعني هو يعني فكره التجميع ان احنا في موضوع هنقعد فيه مع بعض وناخد راي بعضينا والراي للاغلبيه. بس دايما الاغلبيه تبقى هو طبعا. يعني الاغلبيه هو واحنا فاهمين ده لو احنا مثلا وطبعا يعني الاب برضه يا دكتور منى بيبقى له وجهه نظر مختلفه طبعا، مختلفه تماما وصحيحه جدا وبتبقى بعقلانيه جامده فعلا. لا هي مختلفه وصحيحه بس احنا اللي مش بنفهم ده. يعني الولاد ممكن احيانا انا ممكن لو يقول لي شويه ارشادات كده ممكن ابقى متضايقه شويه، لكن بعد كده بفهم فعلا ان هو ان هو صح، ان عنده يعني خلفيه. هما بيبقى عندهم برضه نظر برضه يا دكتور منى. واحنا برضه يعني برضه احنا بنبص تحت رجلينا. ده الفرق اللي بينه وبينه. ايوه هي بتبقى العاطفه غالبه اكتر، هو عنده العقل مع العاطفه الاثنين بيبقوا مع بعض. الاثنين مع بعض. ده يعني في اطار مثلا ايه الاسره، تعالي بقى اخرجي بقى بره مثلا مع اهلي او اهله. يعني عايزه اقول لك ان هو يعني زمام العيلتين ما شاء الله. يعني هو عامل الزمام هنا وزمام هنا. يعني عندي اخواتي بيعشقوه، مش بيحبوه لا بيعشقوه. ما انا شفت على الفصحه على الصفحه بتاعه الفيسبوك التهنئات بسم الله ما شاء الله. لا 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 اخواتي يعني كمان يعني مش عارفه اقول لك اخواته هو كمان ووالده ووالدته ربنا يديهم الصحه يا رب والعمر. طب يعني هنستأذنك بس نستأذنك معانا تليفون استاذ محسن. الو ايوه يا فندم. الو ايوه يا فندم. السلام عليكم استاذ محسن، ازاي حضرتك؟ اهلا بساعتك يا فندم، اهلا بحضرتك، نورتنا ونورت البرنامج وتهنئه خاصه مننا يا رب يخليك، تهنئه خاصه مننا كلنا النهارده ومن القناه يا رب يخليك، الف مليون مبروك ودايما كده في تقدم يا استاذ محسن. الله يكرم حضرتك يا ابو ذاك، حضرتك يا رب على البرنامج الجميل ده والله حضرتك منور الدنيا كلها يا رب يخليك. شكرا ليك وسعيده جدا ان احنا اتشرفنا بحضرتك. يعني ده الشرف لينا والله، ده الشرف لينا والله، شكرا على المجاملات الجميله دي المبالغ فيها. لا والله لا والله بالعكس احنا ده حضرتك يا رب بالعكس احنا طبعا مش يعني مش هنديك حقك بجد والله يعني والله اي حاجه والله قليل عليك، اي حاجه قليل عليك والله، يا ربنا اللي يعلم. تقول لنا ايه بقى النهارده؟ ربنا يبارك لك يا ابو بدر، ده هي والله يعني مبالغه جدا جدا، يعني مجامله جدا، يعني نعم الزوجه الكريمه الحنونه ما شاء الله عليها والبيت الجميل. هي يا دكتوره منى يعني كل بيحبها والله يعني. يعني يا رب يخليك يا استاذ محسن، يا رب يخليك. ربنا يبارك فيك يا حضرتك منور الشاشه والله كلكم ما شاء الله عليكم. شكرا ربنا يعزك. الصوره الجميله دي ربنا الله يخليك. استاذ محسن ايه رايك بقى في موضوع حلقتنا النهارده واحنا بنحتفل، هي جت متاخره شويه بيوم الاب العالمي، يعني تقولي لنا ايه النهارده؟ هو في الحقيقه يعني انا دايما في حوالي 40 سنه مع الولاد في التعليم اولاد كبار ثانويه عامه كان دايما في حاله شقاق دايما بين الولد، ولد يعني بنين او بنت، يعني ولد مع ابوه اللي بقى يعني تفاوت الزمن وتسارع الاجيال مش فاهمين بعض ومش كل الابهات بيجيدوا التعامل مع اولادهم او يظهروا حنيتهم وحبهم ليهم، هم بيحبهم بشكل غير عادي ولكن مش بيجيدوا التعامل ده، فكان دايما في فجوه بين الاولاد. ولكن لازم كل يعني رساله لكل ولد وكل بنت لازم يفهم ان ابوه ده هو الحصان الاسود في حياته. أكيد أبوه ده هو الإنسان الوحيد اللي يتمناه أحسن حد في الكون. أكيد هو الإنسان الوحيد اللي يتمناه أحسن منه، مفيش حد في الكون يتمناه أحسن منه زيه، مفيش حد هيكون في سنده ولا في ظهره زيه. في الحقيقة
يعني عايز كل ولد وكل بنت قاعد دلوقتي بيبص على الحلقه وبيشوفها يشوف ايده الساعد بتاعه عامل ازاي، ويشوف ساعد ابوه عامل ازاي، وبعد سنتين يبص على الساعدين تاني هيلاقي الساعد بتاعه اشتد وساعد ابوه ضعف. يعلم، لازم يعلم ان قوه ساعده من ضعف ومن وهم ساعد ابوه. أكيد. هو اللي عمل فيه ده وهو اللي وصله لده. يعني يا ريت ان كل ولد بنت وبنين ما ينساش فضل ابوه عليه، فضل ابوه عليه، وما هوش يوم، يعني هو يعني جت المناسبه ان هو يوم زي يوم الام كده، ولكن في الحقيقه لازم كل ابن يرجع لابوه تاني ويقر بحقه الكامل في ان هو كان سنده طول العمر، هو كان حبيبه الوحيد طول العمر، طبعا بعد الام طبعا، ولكن هو الحصان الاسود المنسي. يعني للاسف الثقافه عند الولاد مش فاهمين، بس بيفهموا ده بس بعد فوات الاوان شويه. طبعا. فازاي كنت دايما اقول لهم الحقوا يا اولاد قبل ما يخلص. الحقوا يا اولاد، الحق اتمرمغ على ايد ابوك قبل ما يخلص. فعلا أبوك هو يخلص. الامان، هو هتندم. الامان والحمايه يا استاذ محسن. اذا كنت انت حاسس باي امان في البيت عشان والدك موجود. فعلا. عشان والدك موجود. صح. تخيل ربنا يديك الصحه والعمر والدك مش موجود، مش هتحس بالامن انت موجود فيه، مش هتحس بالحنيه اللي انت ماشي في الشارع يعني عامل كل حاجه عشان على حس بابا اللي موجود. فالحق يا ابني، الحق وبوس ايد ابوك وتمتع بحضنه وتمتع بحبه ليك. يعني المفروض كل ولد وبنت يفهم ان هو السند بعد الله سبحانه وتعالى، بعد الله سبحانه وتعالى. يعني هي رساله بنوجهها لكل الولاد، خلي بالكم من ابهاتكم، اصلا بيكبروا في السن، بيكبروا في السن الاب بيبقى ضعيف جدا جدا، محتاج حد يرعاه زي ما كانوا بيرعاوا زمان. فالآية تتقلب بقى، يبقى ساعتها الابن هو الاب. أكيد. والاب يرجع ابن طفل صغير محتاج حد يراعيه ويطبطب عليه ومحتاج الحنيه. وخلي بالك وكل ده وانت الكسبان. اكيد. اعمل كل حاجه مع ابوك وانت كسبان. كفايه كفايه رضاه يا استاذ محسن، كفايه رضاه عليه. طب بس كفايه عليه، كفايه عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من ادرك ابويه ولم يغفر له. خاب من ادرك ابويه واحدهم او لم يغفر له. طبعا يعني ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. فاحنا الولاد كلهم رساله لله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم من ابهاتكم وامهاتكم وانعموا بوجودهم قبل ما يخلصوا منكم. وانا شكرا على البرنامج الجميل ده، شكرا على العنوان نفسه بتاع البرنامج، في الحقيقه لافت للنظر جدا جدا. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، ودايما كده منورين الدنيا كلها. شكرا يا استاذ محسن، شكرا على اتصالك، ومره ثانيه الف مليون مبروك. حضرتك كتير كتير، وشكرا لاستاذه منى على المجاملات الجميله دي. شكرا. شكرا. ايه رايك بقى في الكلام؟ طبعا طبعا ده كلامه، يعني هو حتى دايما في، هو بصي هو جاب خلاصه القول، هو دايما في يعني قبل ما يبدا الحصه يقول الواد ايه، مين النهارده بس ايد ابوه؟ يعني مين فيكم بس ايد ابوه النهارده؟ مين النهارده يعني قال عشوز لباباه؟ مين النهارده لبس باباه؟ مش عيب يا دكتور منى، يعني مين يعني هو احنا دايما، احنا دايما عندنا في البيت يعني دايما في حاجات كده مقدسه ما بنعرفش يعني نتهاون فيها او نتهاون عنها. ان احنا دايما نبقى واقفين له وهو بيقلع وهو بيلبس وهو ليه هو ليه حق علينا؟ اكيد لازم طبعا. احنا أكيد. يعني زي ما احنا لينا حق، هو بيديهولنا ان هو بيشتغل طول اليوم او طول السنه او طول العمر، وبيوفر لنا حياه كريمه اللي احنا عايزينها. افضل حاجه ان احنا نعملها ان احنا نوفر له كمان الوقت الكريم اللي هو يقعد معانا فيه، لان هو حتى يعتبر ضيف. يا دكتور منى حتى لو هو مش بيوفر لنا كفايه نحس كفاية. حتى بحنانه علينا، بخوفه علينا، دي حقيقه يعني. دي حقيقه. فطبعا هو بالنسبه له يعني هو بيعمل رساله، رساله تعليميه ورساله يعني ربانيه مع الولاد بقى. بيربي الولاد يعني هم ازاي يتعاملوا حتى مع الاب ومع الام، ازاي يذاكروا، ازاي ينظم لهم وقتهم، ازاي مش على ماده الفيزياء بس، لا ده تعالى المواد كلها ومن كذا لكذا ومن كذا لكذا. يعني هو عنده بصراحه يعني ملم بكل ما تتخيليه مع الطلبه بتوعه او الطالبات بتوعه، ما شاء الله عليهم. الفكره معانا في البيت بتختلف. يعني هو في بره تبص تلاقي الاب النموذجي الجميل جدا جدا جدا، طبعا في البيت بيكون اجمل يعني واجمل. هو محبوب جدا من الطلبه بتوعه جدا يعني ما شاء الله. يعني هو دايما الاب يعني هو الفارس الاول في حياه البنت، والمعلم هو الفارس الاول في حياه الطالبات. يعني انا عن نفسي مثلا ما بنساش الطلبه بتوعي بتوع ثانوي مثلا، هم يعني معلقين في دماغي لحد النهارده. فهو نفس القصه، هو عنده يعني في دفعات بقى لها سنوات طويله لحد النهارده يعني متواصل معاهم. تمام. ليه؟ لان هو الحمد لله يعني فضل ربنا علينا الحمد لله، هو يعني بيعلم
يعني ايه الف ب بدايه تعامل مع الام ومع الاب مع الطالب نفسه. الطالب بيحبه حب مش طبيعي، يعني مش طبيعي، يعني هو حاسس ان هو باباه، حاسس ان هو صاحبه، حاسس ان هو صديقه. البنات بحس ان هو ده حبيبي، ده بتاعي. يعني في حاجات حتى في ناس حد يعني كتير قوي يقول لي يعني انت مثلا مش بتتضايقي مثلا من البنات؟ بالعكس انا بحب ده، بحب البنات اللي هم ده ما دام انسان محبوب وربنا ما دام حابب في خلقه ربنا بيحبه اولا ثم حابب فيه الخلق ثم حابب فيه يعني حياة. دكتور منى بيقولي لي في كنترول فيه مكالمات كتير جايه، بس انا مش عايزه بيني وبينك اقطعك، ف يعني هنقفل المكالمات بقى بعد استاذ محسن طبعا. يعني فطبعا الحمد لله يعني فضل ربنا طبعا اليوم الاب العالمي ده انا بهدهولك بجد بكل معانيه وبكل كلمه فيه. انا بهدهولك لان فعلا نعم الاب ونعم الزوج. والحمد لله يعني فضل ربنا علينا ايا كان. كل اي بيت واي علاقات فيها خلافات وفيها ده وفيها ده، ده ما يمنعش ان في العلاقه يعني مترابطه من عند ربنا، مترابطه وفيها فيها احترام فيها كل شيء. كفايه ادبه معانا يعني عمره مثلا يعني ما كانش في الفاظ او كان في حاجات بينا او لا خالص اطلاقا. دايما كان في فتره كده من الفترات كانوا مسميني منى محسن، ان انا تبع محسن على طول يعني. حتى يعني ما بعمل اي حاجه بظبط نفسي على مواعيده، يعني مواعيده هو ارتباطه ببعض جامد. لا وساعات لا دكتور يعني بيرجع برضه بتحسي في الشابه يعني. لا انا دايما كنت دايما لا دايما اقول لهم يا جماعه انا ما عنديش غير رقم واحد بس. يعني هو عندي رقم واحد وما عنديش ارقام ثانيه. يعني فعلا حطوا فعلا رقم واحد، ما شاء الله عفوا يخليكم، حطوا رقم واحد فعلا في حياتي فعلا. ومفيش ارقام ثانيه فعلا، حتى في اولاد وفي احفاد وكده. لكن هو واخد الـ يعني الحته اللي في القلب زي ما بيقولوا. ودي يعني انا بصراحه مهما اقول لك النهارده يعني دكتوره منى يعني مهما اوصف لك، حتى هو دايما لما جه عيد الاب فلقى الناس كلها عماله تحتفل وعمال يقول انا ما حدش احتفل بيا، انا ما حدش. لا احنا بنحتفل بيه النهارده وبنحتفل بالاستاذ محسن. قلت له انت في احتفال جامد بس اصبر شويه، اصبر على نفسك. انا اللي اخرتك شويه عشان ظروف البرد اللي كانت عندي يعني. بنتاسف لكم طبعا وبنتاسف للاستاذ محسن طبعا. يعني هو طبعا ربنا يا رب يبارك فيه ويبارك في عمره ويبارك في صحته يا رب. يعني هو السند لينا ولولادنا ولكل من بيتعامل معانا. وجود الاب بيبقى شيء مهم طبعا جدا في البيت يعني طبعاً. يعني بس انت برضه النهارده يا دكتور منى تقولي لنا بيبقى البنات بحس طبعا يعني فيهم لافه اكتر عن الشباب، فانت تقولي النهارده ايه للشباب برضه زي ما استاذ محسن كده ذكر، يلحقوا ان هم يعني ياخدوا اكبر قدر من حنان وطيبه ابوهم ورضا باباهم عليهم. هو الولاد عندهم حته ان هم ايه كبروا. ما ياخدوش نصيحه من حد. انا بقيت راجل. هي الرجوله مش معناها ان انت يعني تشرد بعيد عن الاب بعيد عن الام، لا. ده الرجوله، ده منتهى الرجوله. معنى الرجوله رضا الوالدين، انك تاخد النصيحه كمان من الام والاب. يعني عندي استاذ محسن لحد النهارده يعني كلمه مامته وباباه مقدسه. ما شاء الله. يعني لو قالوا له يمين تبقى يمين. حتى لو كانت هي صح ولا غلط ما بيفكرش. ليه؟ وربنا نعم عليه وراضي عليه بسبب ان هو مرضيهم. راضيين فعلا، هو مرضيهم. الاب والام ده شيء يعني اساسي فعلا. لا يعني هم فعلا قاعدة أساسية عندنا. يعني الجد والجدة يعني ربنا يا رب يبارك في صحتهم يا رب يبارك في عمرهم. هم يعني ليهم فضل علينا في حياتنا وفي أولادنا. هم العمود بتاع البيت، لمة الأسرة. بيلمونا كل فترة، كل أسبوع، كل يعني كل رحلاتنا. ربنا دايما الأسرة كلها متجمعة، فالحمد لله فضل ربنا الحمد لله. سواء الحمد بيجمع لله. هنا أو بيجمع هنا. هو بصراحة عامل يعني كوكتيل جميل ما بين الاسرتين وما بين العيلتين. احيانا بيجي عليا وقت كده ممكن انسى ان انا اسال على اخواتي. هو اللي يسال. سالتي على اختك، على اختك دي، على اختك، تقوم تحسسني ان انت ان هم اخواتك وانا اللي انا اللي مرات اخوهم. هو شخصيه جميله يعني ما تخيرش عليك بصراحه يعني. لا هو معدي بصراحه. معدي كل اللي يعني دايما يا رب بصراحه مجمعكم يخليكم. ودي انا حلقه بصراحه انا بهديها لك من كل قلبي ليك. وانا برضو والله من خلال برنامجي برضو بعد اذنك يا دكتور انا بهديها برضو لزوجي، لان والله نازل معايا النهارده هو مريض برضو. فيعني النهارده تهنئه لكل اب ولكل زوج صراحه يعني من خلال برنامجنا النهارده بنهديها له يعني. امين يا رب العالمين. هو كان طبعا كان اول ما عمل يوم الاب او عيد الاب كان الكاتب الصحفي العالمي
الاستاذ مصطفى امين. أوه. كان هو اول ما قال عن على يوم الاب. بس للاسف ما كانش واخد حيز اليوم الام زي يوم عيد الام زي يوم مش واخد نفسي يعني. هم فعلا بس في الفتره الاخيره بدا بقى ينتشر بقى يا دكتور. ما هو بدا ينتشر انه فعلا الاب فعلا كان مظلوم يعني حقه كان مظلوم جدا جدا. هو دايما حتى دايما يعني حتى في حلقاتي دايما انا دايما والله مش معاه بس فعلا انا مقدره يعني هو الراجل بيتعب قد ايه بيشوف يعني اهوال قد ايه بره عشان مثلا يجيب لقمه العيش لاولاده او يعمل لهم مستقبل يعني. حتى لو تفتكري حتى ايام زمان كده كان الابهات كان الدنيا كانت على قدها فكانوا بيعلموا اولادهم عشان خاطر الوالده تطلع ايه تساعدهم. طب تعالي دلوقتي الاب هو اللي بيعمل كل حاجه اكيد ده هو اللي بيشتغل هو اللي بيجيب الاكل هو بيجيب الحاجه لاولاده هو اللي بيجهز ولاده الولاد يجيب الشقق يجيب مش عارفه ايه جميع الابهات بيعمل مثلا منظومه معينه بيعمل مثلا في المبلغ ده رايح لفلان المبلغ ده رايح ليه شغل الشاغل ولاده شغل الشاغل يعمل ايه بيفكر فينا يعني 48 او 24 ساعه في ال 24 ساعه يعني ناخدين حيز بس في تفكير مع ناس تانيين بره مش بنزعل بالعكس ببقى حابه كل حاجه هو بيعملها كل جزئيه هو بيعملها ببقى هو برضو بيبقى عنده وجهه نظر لبعيد يا دكتور منى هو بيبقى شايف من بعيد يعني متوقع مثلا انا عارف الموضوع ده ممكن منى هتاخده بعاطفيه شويه انما لا تقعدوا بقى تتناقشوا مع بعض وتقنعوا الاولاد بس هو فعلا عنده برضو هو عنده حته يعني جميله جدا لو يتناقش معايا وحس مثلا ان رايي انا اللي هو اللي صح وهو يعني لا بياخد برايي لا هي فعلا هي عندها حق رغم انه ممكن ايه يعني في بعض احيانا كده يقول لك ايه انا ديمقراطي لكن هو مش ديمقراطي وتحس ان هو في حته ديكتاتوريه شويه كده لكن هو الديمقراطيه فعلا لا هي اللي سائده عليه يعني ما هوش متنشن ما هوش مثلا مدي اوبشنات هو برضه دكتور منى يعني في رجاله كتير مثلا انا ممكن اخد القرار بس ممكن زوجتي تبقى مثلا شايفه ان انا مثلا القرار ده انا خدته غلط هو ممكن انا بيوافق عليه مش عيب مش عيب ان الزوجه خدت القرار وانا فكرت فيه غلط دي حقيقه عنده فعلا هو فعلا في رجاله كتير بتميز بالحته دي مش لازم بقى انا دي حقيقة فعلا. حتى لو رايي غلط امشيه لا مش عيب ان زوجتي هي قالت القرار ورايها صح مش دي حقيقه عيب. دي حقيقه فعلا دي حقيقه فعلا وبرده بالناشد برده في يعني جميع في نوع من انواع الاباء يعني برضو تمام يا دكتور يعني منى معلش عشان الوقت هيخلص هما 30 ثانيه كده فعجاله حضرتك تقولي لي ايه يعني نصيحه بقى لكل ابن كل اب لكل ابن كل بنت النهارده ازاي تتعامل مع باباها الاب هو السند الوحيد طول ما هو عايش تمام احنا بنعيش على حسه وبنعيش تحت كنفه وبنعيش خارجين داخلين يعني في حياته و يعني في اولاد بتتضايق من 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 ابهاتها من الـ من الـ من التسلط مثلا من حافظوا على العلاقه لا لو طول ما ابوك موجود اعرف ان انت في نعيم شكرا طول ما ابوك موجود اعرف ان انت في نعيم يعني اكيد طول أكيد عمرك حلقه جميله دكتور منى والله والوقت جرى بسرعه والله وان شاء الله هنكمل اللقاء مع حضرتك ان شاء الله وفي نهايه الحلقه طبعا بنكرر طبعا كل التقدير وكل التحيه وكل الشكر وكل التهنئه للاستاذ محسن الطوخي موجه اول للغه الفيزياء وبنشكر ضيفتي الجميله اللي كانت منورانا ومشرفانا النهارده الدكتوره الجميله منى عويس اخصائي ارشاد اسري وزواجي شكرا لكم مشاهدينا كانت معكم نير الخولي في امان الله.